الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا ناصر الحاسي من قسم الإعلام والتوثيق بالقوات الجوية. لدينا طائرة مفقودة في هذا البحر، وهؤلاء الرجال من السرب العمودي ومن القوات الخاصة ومن الضفادع البشرية ومن شركة سرت للنفط وأهالي هذه المنطقة قاموا بجميع ما لديهم من مجهودات وإمكانيات. لن نستطيع إخراج هذه الطائرة لأن الإمكانيات، تعالوا يا مسؤولين وشوفوا ما هي الإمكانيات اللي تم البحث بها على الطائرة. إمكانيات لا تذكر: 3 قوارب صيد صغيرة، وهذه الطائرة والطائرة التي أقلعت الآن وتوجهت إلى بنغازي. لن تستطيع إخراج هذه الطائرة أو جلب معلومات عنها. بالأمس أهالي منطقة بشر تحصلوا على جزء من ريشة الطائرة. اليوم نحن وفي الجو أبلغنا العقيد طيار أبو بكر الوليد بمشاهدة باقي جزء ريشة الطائرة، وخرجنا بالطائرة وشفناها وصورناها، ولكن الإمكانيات ضعيفة لكي نتمكن من نشلها من الماء. لا توجد إمكانيات، ستبقى هذه الطائرة وحطم داخل هذه الماء، هذه المياه في هذا البحر، وسيظل هؤلاء الرجال وأهالي هؤلاء المفقودين متعثرين لا يعرفوا ماذا يفعلوا. إلى هذه الدرجة تصل؟ لماذا؟ هؤلاء الطيارين هم من أجلسوا المسؤولين على الكراسي. هذا هو صخور الجو، هذا المخطط صالح القطراني، مخطط طيار غزل شوبكي. حميد العوامي، سالم النفي، حماد عبد الخالق. هؤلاء الرجال كانوا من طيارة طيارة في حرب التحرير، لن يهابوا الموت وما خافوش من الموت. قاتلوا القذافي في هذا المكان وسقطوا اليوم في هذا المكان، ولم يجدوا من يحترمهم أو يبحث عنهم أو يدل لطريق حتى ننشيهم من هذه الماء. احتسبهم عند الله شهداء. أصحوا أيها المسؤولين، أنا مسؤول عن الكلام اللي يقول فيه. عاقلنا، أنا رجل إعلام، أشرفت اليوم وصورت بهذه الكاميرا، شفت الجريمة المرتكبة. بالله عليك، 5 رجال من القوات الجوية صخور قاتلوا وحرروا ليبيا، وليبيا غدا تريد أن تحتفل. بماذا تحتفل؟ تحتفل بموت هؤلاء الرجال، بهؤلاء الصقور الذين نصرونا والذين قدموا لنا الحرية وأجلسوا كل من جالس على الكرسي. من كان يحارب في ثورة 17 فبراير؟ جودة جودة الثوار الشرفاء وصقور الجو. صقور الجو هم من حرروا ومن أبعدوا رتل الطاغية يوم 19/3. النيتو بعد الساعة 6 جاء، وين راكدين انتو؟ المهدي السمين، فخري السلابي، محمد العقيلي، شيخ الشهداء في قاعدة بليلة الحاج حسين الورفالي، فتحي السلابي، بدر ابراهيم الذي شق من سرته وهرب ولم يذهب الى بيته بل التحق بقاعده بليل الجويه. لم يرى اهله الى ان استشهد ذهب اليهم شهيدا. ماذا نقول اليوم؟ نطلب استغاثه بان تتحرك الدوله ان وجدت الدوله. استغاثه، قوم بواجبها، استغاثه. تنظر في هذا الحال،
هذه الطائرات يوميا تمشي وتجي من بنغازي للبريقة، من بريقة بنغازي، وتبحث في البحر. عن ماذا تبحث؟ ما هي الإمكانيات؟ حتى وين وجدنا الطائرة؟ كيف سنخرجها؟ وعاشت ليبيا حرة بدماء هؤلاء الأبطال صقور الجو. تاج هذا الرأس رفع راية العزة في ليبيا وفي العروبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فليرحم الله شهداءنا، فليرحم الله شهداءنا، فليرحم الله شهداءنا، والعزة لشرفاء ليبيا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ناصر الحازي من قصف الإعلام والقوات الشهوية وكل أسر وأسر وأسر على هذه الدولة. وليرحم الله شهداءنا الصقور الأبطال الذين موجودون الآن في أمثل هذه المياه. شيء يبكي، شيء يخزي، حرام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان شخص آخر قد سقط في مكان ما لانقلبت الدنيا عليه. هؤلاء ليعلم الجميع العلم الأخير، هؤلاء الذين في عمق هذه المياه هم من حرروا ليبيا، هم من أهدون الحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين؟ لا لا لا، في بشر والله. آه. لا تمام 100%. انت جرب انا عارف صح يعني.